اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده جدا ومميزه. معانا النهارده ضيف جمع بين الطب وبين المطبخ، وجاب لنا حته من بره جابها لنا مصر. نرحب بالدكتور رامي المغازي، مدير عام شركه نيو هورايزون وصاحب سلسله حضرتك. الحمد لله. احنا عاوزين نعرف كده الجمهور في البدايه مين دكتور رامي ونفاجئهم. هو طبعا انا دكتور صيدلي طبعا، وكنت عايش بره مصر بقالي فتره طويله قوي، ولسه راجع من حوالي سنتين. فاشتغلت بقى في الميديكال اكويبمنتس في الفارماسيوتيكال كومبانيز، مالتي ناشونال كومبانيز، لفتره محدده، وبعدين بدات اقرر ان انا انزل مصر يعني. تمام. طب احنا عاوزين بقى نعرف ايه اللي حول من الصيدله للمطبخ. هقول لك، هو يعني ببساطه طبعا انا اسست شركه في الامارات اسمها نيكسو برو، دي شركه للميديكال اكويبمنتس يعني، وعملت برضو فرع في السعوديه في الجولف يعني، كمان مع شركات كبيره هناك. طبعا هو كل ده حاجه لانها خاصه ريليتد للبيزنس بتاعي يعني. بس لما نزلت مصر احنا قررت ان انا برضو ابدا ادور على حاجه ريليتد برضو لمشروع الصيدليات والتخصص يعني، وعملنا مجموعه صيدليات اسمها جرينز. الفكره كلها ان طبعا الماركت في مصر بيحكمك يعني، انت عارفه الفتره اللي فاتت كمان بالذات الكورونا والكونديشنز اللي موجوده دلوقتي في العالم كله مش عندنا بس في مصر، بتخليك تركزي على حاجتين مهمين جدا اللي هو الادويه. تمام. ومجال الغذاء يعني. الغذائي. تمام. فاحنا انا طبعا يعني جربت كتير، انا انترستد قوي بالاكل الصيني، جربت في مصر وبره مصر، سافرت دول اوروبا كتير قوي. هي الفكره كلها ان الطعم يعني عشان تجمعي بين الطعم وبين الكواليتي بتاعت الحاجه دي بتبقى صعبه قوي. فده اللي احنا قدرنا نعمله يعني في مصر. تمام. طب ليه حضرتك اخترت المطبخ الاسيوي؟ يعني احنا معنى كلام حضرتك ان ده اكل صيني مطبخ اسيوي. مظبوط. ليه حضرتك اخترت المطبخ هو الايشن فود؟ عامه يعني في مصر مفيش تخصص واضح يعني، يعني انت بتلاقي معظم الحاجه او يعني كل حاجه بتبقى زي بعضها يعني، فاهمه ازاي؟ هي الفكره كلها بتختلف ان انت بتدوري على ستاندرز معينه، زي الشيفات اللي بتجيبيها مثلا لازم يكونوا على درجه عاليه جدا من البروفيشناليزم طبعا. في نفس الوقت كمان انت بتدوري على الماتيريالز اللي انت بتستخدميها ككونتنتس طبعا في الاكل. طبعا انا بهتم بالحاجات دي لان انا اصلا صيدلي، فطبعا بيهمني الحاجات دي اكتر من اي حد تاني يعني. فهي المعادله مش صعبه، انك تجمعي بين ثلاث حاجات، بين الكواليتي بتاعت الماتيريالز بتاعتك وبين التيست اللي عندك، وفي نفس الوقت كمان البرايس بتاع الحاجه تكون كومبيتيتيف في مصر يعني. انا لقيتها سهله ما لقيتهاش صعبه، بس خدت وقت طويل قوي عشان اوصل للكوليكشن اللي احنا وصلنا له دلوقتي يعني. فبس فيعني هل الصيدله اضافت حاجه للمطعم، او العلم بتاع الصيدله اضاف حاجه للمطعم بتاع حضرتك، او لاختيار الاكل مثلا، او الماتيريال بتاعته، او الكواليتي بتاعته؟ والله اقول لك على حاجه يعني، هي انا لما قررت اعمل كده ما كانش طبعا في دماغي ان مثلا يبقى في ريليشن بين الصيدله وبين الاكل طبعا. لكن انت لو بصيتي لها طبعا لوجيكلي كده هتلاقي طبعا ان الهيربز عامه او الهيربال ساينس الاعشاب طبعا ما هي كلها في الاكل. تمام. يعني حضرتك النهارده ايه الايشن فود بالذات بيتقال عليه انه هيلثي جدا وصحي جدا ومفيد جدا، لان باختصار وببساطه جدا كلها اعشاب، الجينجر، الصويا، هما بيستخدموا طبعا حاجات كتيره في الاكل بتاعهم، هي صحيه جدا يعني. عند حضرتك مثلا الصويا صوص ده مثلا على سبيل المثال، ده بيمنع مشاكل كتيره جدا في الجسم، بيزود الهضم كويس او بيحسن عمليه الهضم في المعده. انت لو بصيتي كمان على الناس اللي في الصين عامه او ايش عامه يعني، هتلاقي ان الاوبيزيتي عندهم قليله جدا، ما فيش حد بتلاقيه مثلا اوفر ويت ومشاكل السمنه اللي بنقابلها في بلاد كتيره مش موجوده في الصين. هل ممكن نعتبر دكتور رامي اختار المطعم او المطبخ الصيني عشان صحي، او عشان مليان بالاعشاب الصحيه او الصوصات المفيده؟ انا اقدر اقول لك على حاجتين يعني، انا شايف ان ده ليه انا اخترت ده بالذات، لان ده سبيشالايزد، انا بحب التخصص في حاجه، ما انا مش هفتح مثلا مطاعم حاجات عاديه او كده، لا مش 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 اتجاهنا يعني. احنا اتجاهنا كله حاجات تكون سبيشالايزد، حتى ايفن في الصيدليات اللي عندي اللي احنا واخدينها، احنا واخدين طبعا اكسكلوسيف زي ما انت اتكلمتي معايا حتى في موضوع الكريم، وان شاء الله ده هيبقى في حلقه ان شاء الله، ده في حلقه كده ان شاء الله من الحلقات الجايه في كريم مفاجاه كده هنتكلم عنه ان شاء الله باذن الله. فطبعا احنا الكوليكشن معمول مش ريليتد لبعضه في البدايه، البلان ما كانتش كده، لكن هو لا ريليتد لبعضه جدا. الادويه والاغذيه او الغذاء عامه يعني، دول حاجتين ما ينفعش ان احنا نتجاهلهم يعني، هما الاثنين لهم علاقه ببعض قويه. وفي نفس الوقت لان انت لما بتهتمي بالجانب الصحي في الغذاء
ده بيوفر عليك حاجات كتيره جدا في الجانب الصحي طبعا، كبنيه او كهيلث يعني، كصحه يعني. في دايما حاجه ان احنا بنحب الاكل بالمطاعم، دايما الاكل الحلو اللي احنا بنحبه بيبقى مش صحي، تمام فهل تمام مطعم حضرتك عامل حاجه مختلفه يعني نقدر نقول عامل ايه؟ هو توتالي ديفرنت يعني، هو مختلف جدا. بقول لحضرتك وبقول للناس طبعا المشاهدين يعني ان لا، هو الطعم مختلف تماما، الكواليتي بتاعت الماتيريالز مختلفه تماما، البرايس مناسب جدا. فانت لما يعني الشخص اللي هيجي عشان مثلا يزور المطاعم بتاعت ووك اند كوك عندنا، لا طبعا دي هتفرق جامد جدا معاه، لان فعلا هيحس ان هو بياكل طعم، لان الكونسبت نفسه بتاع الاكل الصيني او الايشن فود في مصر مش مظبوط. هما في مصر يعني بيخافوا منه، ايه اكل الصيني ده رو ماتيريالز؟ لا هي مش كده خالص، هو اكل قريب جدا من الاكل بتاعنا، بس لازم يكون بطريقه كويسه وكواليتي مختلفه. فبتلاقي نفس التيست، بتلاقي مثلا البروتين، بتلاقي الكربوهيدرات موجوده بنسب كويسه، بتلاقي الكولكشن ده فيري هيلثي، لان حتى الحاجات اللي بيستخدموها او انا مدي انستراكشنز ان الحاجه اللي تستخدم دي ما تكونش حاجه تراديشنال او حاجه موجوده في المطاعم التانية، لا مش تقليديه، لا لا خالص. يعني لا خالص. حاجات حضرتك بتستخدم حاجات مختلفه عن باقي المطاعم الصيني اللي احنا دي متعودين حقيقة. عليها. دي حقيقة. واحنا جربنا، انا بصراحه انا من كنت الناس لسه اللي اقول لك. جربت الطعم، فعلا مختلف يعني، تمام. مش زي المطاعم الصيني اللي احنا بناكل منها، فعلا حلو وهيلثي جدا يعني. الحمد اقدر اقول لله ان انا اكل وانا مطمنه، مش بصراحة. هاكل واتخن يعني، لا مش لا يعني مش هتخن قوي، بس هيبقى لا الاكل صحي ما فيهوش حاجات هتضر الجسم جدا. أكيد طبعا، طيب احنا أكيد طبعا. معانا دلوقتي تقرير كنا صورناه في المطعم، جربنا الاكل بنفسنا طيب اوكي لسه التقرير ما جهز. طيب ماشي ماشي يا دكتور. طيب عاوزين نتكلم عن صيدليات حضرتك، كان هو الصيدليات، احنا دخلنا في البروجكت ده انا وصديق ليا دكتور احمد حسين، ده شريكي في الصيدليات والحاجات كلها اللي معانا يعني الشركه وكده. فاحنا قررنا برضو ان احنا ناخد بوزيشنز تكون مميزه شويه. فاحنا دلوقتي لسه في بدايه الموضوع، حتى ايفن حتى الووك اند كوك بالنسبه لي ده لسه بنبدا فيه. احنا عندنا الفرع الاولاني اللي هو بتاع التجمع، وان شاء الله في يعني within 3 to 4 months هيبقى في فروع تانية ان شاء الله قريب في القاهرة يعني. ونفس الكلام في الصيدليات يعني، انا ماشي بارلل الاتنين مع بعض يعني. فاحنا متخصصين برضو يعني، حد فينا مسؤول عن الجانب ده وفي حد مسؤول عن الجانب التاني اللي خاص بس هل هو بالفود الشيك مع والبفرج. حضرتك في المطعم او مين؟ سلسله المطاعم ان شاء الله الشيك بتاع حضرتك في طبعا. الصيدليات؟ احنا انتوا الشركه نفسها نيو هورايزن. نيو هورايزون هورايزن دي الشركه بتاعتنا، الشركه واحنا الاثنين يعني جامعه ما بين احنا الصحه يعني حضرتك في المكان هي الصح مش كمان، الصحه الصحه والجمال. والجمال. هي جامعه ما بين فعلا الصحه مظبوط والاكل يعني الاثنين مع مظبوط بعض. طب مظبوط. يا جماعه التقرير كده جاهز ولا لسه شويه؟ اوكي طيب ماشي. طيب دكتور حضرتك رحت المطاعم الاسيويه دي في بره يعني جربتها، طيب قول لنا بقى تجربتك هناك، وهل فعلا قدرت تنقل نفس الخبره بتاعتهم والطعم والكواليتي هنا في مصر؟ بصي هقول لك على حاجه، نوعها هي يعني انا سافرت بلاد كتيره برضو في اوروبا وفي الميدل ايست وكده. الاكل الصيني حلو كل حاجه، بس انا ما اقدرش اكله بالطريقه اللي بيعملوها بره يعني. تمام. فانت الفكره كلها او الكونسبت اللي انت عايزه تشتغلي عليه او الاوبجكتيف بتاعنا ان احنا ننقل الفكره دي، واخده بالك، بالطريقه اللي تتناسب مع نمصرها او نخليها مظبوط عربيه صح؟ مظبوط. بس انا كنت ببقى متضايق جدا لما اجي مثلا اشوف ان في دول حوالينا كتير فيها الايشن فود ده موجود وبكواليتي عاليه قوي، واحنا ما عندناش الكلام ده تمام. يعني. دي كانت مشكله كبيره طبعا يعني، بنجرب بس ما بيطلعش بنفس التيست اللي انت بتتمنيه يعني، فاهمه ازاي؟ مش نفس الطعم اللي موجود بره. اللي بيحكمها بقى حاجات كتيره، في بارامترز كتيره قوي ممكن تحكم الموضوع ده، زي ما قلت لك في الاول الماتيريالز اللي بتستخدميها، الشيفات اللي بيشرفوا على الموضوع هل هم فعلا كواليفايد يعني، الكواليتي بتاعتهم عاليه، هم بروفيشنال في شغلهم ولا لا. ما ينفعش ان الواحد يبدا في حاجه الا لما يكون عنده فعلا ناس انا بسميها الاعمده بتاعت المشروع يعني. احنا طبعا لو تكلمنا عن النظافه او حضرتك بتعمل ايه عشان برضو ازمه الكورونا. طبعا طبعا دي اهم حاجه يعني. انا برضو يعني الهيجينيتي عامه في الاكل، او حتى مش بس في الاكل يعني، في المكان نفسه، في طريقه استخدام الادوات عامله ازاي، هل هم مثلا بيهتموا بجانب النظافه
على طول ولا فترات معينة، والناس انت عارفة طبعا مع الوقت الناس بتبدأ تتخاذل شوية. فاحنا معينين طبعا واحد كواليتي كنترول، ده مهم جدا، على طول بيتابع الناس طبعا باستمرار. ده الجلافز المراقب لازم تكون على طبعا الشيفات والناس اللي بتشتغل في الجودة، يعني الجودة بتاعت المطعم. الجودة والنظافة طبعا الهيجينيتي، فهو طبعا بيتابع الناس بالجلافز على طول موجودة، الماسكات على طول. ما هو في صيدلية، فالصيدليات بتنقل، ده العلاقة بين هو ده الجديد فعلا اللي انا شايفاه يعني مع حضرتك، ان انت جامع ما بين الغذاء وما بين تمام. فأنا اوكي بحافظ على الليفل ده على طول تمام. في المكان، طب وفي انا كوست هستأذن كنترول حضرتك، كمان. بيقولوا لنا التقرير اتفضلي. دلوقتي جاهز، نطلع نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. بيكم في حلقة جديدة من برنامج الجانب الآخر، احنا النهاردة موجودين في مطعم ووكان كوك، تعالوا معانا نشوف بيقدم ايه. كنا عايزينك تكلمنا اكتر عن المنيو اللي المطعم بيقدمه. المنيو اللي بيتكلم عن حاضر، المنيو بتاع المطعم بيتكلم عن الاكل الاسيوي وطعم الاكل الاسيوي، بيتكلم عن المكرونه السبايسي والعاديه، بيتكلم عن الفراخ السبايسي، فراخ السويت ساور، فراخ سيشوان، البيف باربيكيو، تشيكن باربيكيو، شرب السفود بانواعها، وبتكلم عن الطبق المميز في هنا في فوق. ممكن تعرفنا بحضرتك؟ احمد ايمن. اهلا وسهلا يا احمد، كنا عايزينك تقول انت اكلت ايه النهارده في المطعم وكان ايه رايك فيه. اكلت مكرونه اسيوي فراخ، الكواليتي بتاعتها محترمه جدا والاسعار مناسبه جدا، واتعمل الاكل اتعمل في وقت سريع، اللي هو ما خدش وقت لحد ما اتعمل يعني. طب انت دقت اكل اسيوي بره او في اي مكان، لاحظت الفرق ما بين المكان هنا واي مكان تاني بره؟ تقريبا نفس الاماكن اللي شغال فيها ستاف اسيوي يعني، نفس الاماكن اكلت في اشيان كورنر نفس الاكل تقريبا يعني. يعني ما فيش اي ميزه هنا من هنا ولا هو نفس الطعم؟ طلع بنفس الكواليتي اللي الناس الاسيويه اصلا بيعملوها. اهلا وسهلا بحضرتك، ممكن تعرفنا بيك؟ اهلا وسهلا، عادل زاهر مع حضرتك. اهلا وسهلا، كنا عايزين حضرتك النهارده تنقل لنا تجربتك في مطعم موكاند كوك. تجربه حلوه جدا، يونيك، جديده في مصر. الطعم almost Asian، truly Asian يعني. وعن تجربه، لان انا عايش بره طول عمري حضرتك، وكنت عايش في سنغافوره وماليزيا، فاقرب حاجه للاكل اللي انا باكله هناك كنت لقيتها هنا في ووكن كوك يعني. طب اكتر حاجه لقيتها مميزه في الاكل ايه؟ الفليفر نفسه، فليفر الايجين، لان صعب ان انت تلاقي حد يطلع نفس الفليفر الايجين اللي موجوده في اسيا هناك تطلع عندنا هنا بنفس الطعم وبنفس الجوده. دي حاجه. طبعا النودلز نفسها كمان الخامه بتاعتها كانت حلوه جدا، والفليفر كله جميل يعني، بيديك انطباع، بينقلك فعلا من نقله تانية خالص من مصر لايجيا. طب ممكن تقول لنا تجربتك مع الاطباق، اكلت ايه؟ انا اكلت النودلز بالفيجيتابلز وشريمبس مع سبايسي شريمبس، هي كانت بالصويا صوص. طب ناوي تجرب ايه تاني؟ لا، كل يوم بقى حاجه، كل يوم لازم اجي كده ايه، اقعد اجرب عشان خاطر اعرف كل حاجه. انا شايف الشيزون شكلها جميل جدا، كنت شايف الشيف بيعملها هناك.
برضو كان في نوع نودلز تانية برضو موجودة عندهم، لا عايز أجربها المرة اللي جاية بإذن الله إن شاء الله. وفي حاجات كمان أكلات كتير قوي يعني كل نوع غير التاني. اللي بس ما جاتليش فرصة أن أنا أجربها النهاردة اللي هي الشريمس بالكنافة دي، برضو يعني برضو عايز أجربها عشان أقدر أقول لهم هي الإيجين ولا لا إن شاء الله. طب شايف إيه المميز في المطعم؟ المكان، المساحه ظريفه، القعده ظريفه، فاميلي وايز، حلو للاطفال عشان خاطر لو جبت معايا الاطفال زي ما حضرتك شايفه بعيد عن الشارع فالاطفال يقدروا يلعبوا وانا قاعد مطمن، وفي نفس الوقت زي ما قلت لحضرتك في الاول جوده الاكل ونوع الاكل نفسه ان انا نقلني من مصر لايجيا في ثواني. بس شكرا جدا لحضرتك. ميرسي لحضرتك. معانا دلوقتي صاحب المكان، اهلا وسهلا بحضرتك وممكن تعرفنا بيك؟ اهلا بيكي، اهلا بيكم في المكان. طبعا انا دكتور رامي غازي صاحب محل او مطعم وكان كوك، ودي اول تجربه لنا في مصر وان شاء الله مش اخر حاجه فانا ورتونا طبعا في المكان. نور حضرتك. طيب ايه سبب اختيارك بقى للمكان ده؟ والله انا بحاول اشوف المكان اللي بيبقى فيه بوبوليشن عاليه شويه وترافيك زي ما احنا بنقولها يعني يكون موجود، فطبعا انا لما لقيت ان هنا في فود كورت فقلت طبعا اخليني في مكان يكون على الاقل الناس اللي جايه اوريدي جايين عشان طبعا يعني يجربوا حاجه او يشوفوا حاجه جديده وكده. فيعني بقالي اكتر من حوالي 9 شهور بفكر في الموضوع لغايه لما لقيت المكان المناسب كبدايه، وان شاء الله في فروع تانية جايه في قريب يعني ان شاء الله. طب سبب اختيارك بقى للطعام الاسيوي والايطالي بالذات؟ والله اقول حاجه على حاجه، هو طبعا انا كنت قاعد بره مصر فتره طويله وسافرت دول كتيره اوروبا كتير برضو، ف انا انترستد قوي بالاكل او بالطعم الصيني، بس طبعا اللي بيعمله لازم يكون واحد بروفيشنال يعني، فانا قلت يعني مش معقول برضو يكون يعني في مصر مثلا، انا اكلت كتير في مطاعم في مصر بس ما لقيتش نفس الكواليتي او نفس التيست اللي بلاقيه بره يعني. لما وصلت الكولكشن كويس من الشيفات البروفيشنال قوي وستاندرز عالي قوي، فقدرنا ان احنا نعمل الميكس ده اللي هو مش موجود، وكواليتي عاليه جدا في الماتيريالز نفسها اللي بنستخدمها، وفي نفس الوقت البرفورمانس بتاع الشيفات يعني. فالحمد لله احنا كل الناس اللي جربت لغايه دلوقتي يعني مبسوطين جدا، ودي حاجه تسعدني طبعا. انا بروفيت وايز يعني ما بصراش بروفيت وايز كبدايه طبعا، لكن ما فيش مانع خالص ان يبقى الكواليتي عاليه والشيفات بروفيشنال والسعر ريزنبل يعني عادي، المعادله سهله يعني، مش لازم يبقى كده يبقى سعر غالي لا، فانا حافظت على المعادله دي. اعتقد انت حققتها في وكان كوك، اتمنى ليك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين النهارده كنا موجودين في مطعم وكان كوك للاكل الايطالي والاسيوي، نتمنى كلكم تجربوه. كانت معاكم مروه سرساوي والجانب الاخر. مشاهدينا تاني وبنشكر مراسلتنا مروه السرساوي على التقرير الجميل ده، وبنشكرك يا دكتور على الاكل اللي جوعنا. ايه الجمال ده بجد، بشكر الاستاف كله طبعا. الله يخليك. كنا عاوزين بقى نسالك سؤال، ايه الايتيمز او الحاجات اللي جوه الاكل بتاعت حضرتك اللي نقدر نقول انها مفيده صحيا جدا؟ والله انا اللي بلاحظه طبعا باستمرار مع الناس اللي عندي في الاستاف الموجود، زيت الصويا طبعا بيستخدموه باستمرار، في اللي هو زيت السمسم، الحاجات دي طبعا دي مالتي فيتامينز وكلها صحيه جدا، لان طبعا حتى لو واحد عنده اي مشكله في الكوليسترول او اي مشكله صحيه يعني، فده بيقلل الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل من الهايبرتنشن، الضغط يعني. مثلا حاجه زي زيت السمسم ده لو بصيتي على الفوائد بتاعته بتلاقي ان هو بيقلل الضغط بتاع السكر بتاع الدم سوري، فبيظبط بيعمل كنترول كويس جدا على الضغط الدم يعني، بيزود كمان العصاره اللي موجوده في المعده، وده بيساعد في عمليه الهضم. فانت مش هتستغربي لما تشوفي ان فعلا الحاجات دي هي اللي بتخلي الناس اللي احنا بنشوفهم ما عندهمش اوبيزيتي، ما عندهمش مشاكل كبيره زي اللي احنا بنشوفها في المجتمع بتاعنا. اوكي طيب احنا كده معانا لسه وقت في الكنترول. طيب ماشي، يعني الوقت بتاعنا خلص يا دكتور، بعدى بسرعه جدا. مطعم حضرتك جميل وبجد انصح كل الناس انها تجربه. بشكركم وبشكر دكتور رامي، وان شاء الله وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده. الى اللقاء، مع السلامه.